ننتقل مباشرة إلى كندا لنستمع إلى تلاوة المتسابق عبد الله أحمد أغدى، نشاهده سويا على الشاشة. السلام عليكم، الاسم عبد الله أحمد أغدى من كندا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذن المتسابق عبد الله أحمد أغدى من كندا، تعليقكم شيخنا. الله يحييك يا أخ عبد الله، أنت من إحدى الدول المغاربية تعيش في كندا، ما بيهمني يعني الباسبور تبعك إيش هو، لكن أنت كنت لم تشر في بداية المقطع بأي رواية تقرأ، وهذا ما بصح. كان لازم تقول أنا أقرأ برواية فلان، والذي استنبطته من قراءتك أنك تقرأ من طريق الأصبهاني عن ورش، ليس الأزرق عن ورش الذي هو سائد في المغرب وفي غيرها من الدول المجاورة، ولكن تقرأ برواية الأصبهاني، لأنك كنت تفخم الراءات، ويعني كل ما يفعله الأزرق لم تأتي به. الرجيم خرجت معك الجيم كالشين، كما نبهت أحد المتسابقين قبلك منذ قليل. الرشيم، قلت أعوذ بالله من الشيطان الرشيم. إيش الرشيم هذه؟ من الرشم؟ الرجيم، رجيم فعيل بمعنى مفعول، يعني مرجوم. أعوذ بالله من الشيطان المرجوم، فعيل في اللغة العربية، تأتي إما بمعنى فاعل مثل قدير قادر، أو فعيل بمعنى مفعول، قتيل بمعنى مقتول، جريح بمعنى مجروح. فالرجيم بمعنى مرجوم، من الشيطان المرجوم. انتبهت يا حبيبي؟ الرجيم، رجم يرجمه. لعل الإخوة سمعوه يقول تحسبوه بكسر السين، نحن معتادين شو نسمع؟ تحسبوه. العرب تقول حسب يحسب وحسب يحسب، بعض القبائل العربية تقول حسب يحسب وحسب يحسب، والقراء نقل بعضهم نقل لنا يحسب المضارع مفتوح السين ومنهم حفص، ومنهم من نقل لنا يحسب مكسورة السين ومنهم ورش. فلا تظنوا أن أخانا عبد الله قد أخطأ، لا ما أخطأ. سمعتموه يا أخ عبد الله، الكسرة عندك مائلة في الميم، لم تأتي بكسرة كاملة. سمع، أنت قلت سمعتموه، لولا إذ سمعتموه، سمع، والصواب سمي، سمعتموه بكسر كامل. فإذ لم يأتوا بالشهداء، فإذ لا تقلقل الذال، فإذ لم، إذ لم، إذ لم، ولا تقول فإذ لم،
فإذ لم، هذه قلقلة، والزال ليست من حروف القلقلة. فضل، ولولا فضل الضاد خرجت معك كالدال. أنت مالك دارس، أنت تجويدك غالبا سماعي، فهمت علي؟ يظهر معنى، فعليك أن تدرس أحكام التجويد وتعرف مخرج الضاد. ضا ضو ضي، فضل ولولا فضل، وليس فضل ولولا فضل. فضل هذه دال، مهما فخمتها إن نطقتها من طرف اللسان لن تخرج معك إلا دال مفخمة. على كل حال أنت على طريق التعلم ونحن عون لك في هذا الموضوع. بارك الله فيك أخي عبد الله.